صباح الخير. ثلاثة عناوين إشكالية: النازحين، الخطة الاقتصادية، ومكافحة الفساد. هل ستفجر هذه العناوين الحكومة الجديدة؟ كل طبعا هذه المواضيع بالإضافة إلى المشهد السياسي اللبناني والإقليمي اليوم سنناقشه مع ضيفي. أهلا وسهلا فيك الكاتب السياسي جوني مناير. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. هلأ بعد شوي في المؤتمر السنوي للتيار الوطني الحر في كلمة للوزير جبران باسيل الساعة 12:30. طبعا من المنتظر أنه بهذه الكلمة أنه كمان يرجع يوضح أكثر من نقطة في سياق السجال مع تيار المستقبل. هل بدي بلش بهول الثلاث عناوين، هل تعتقد أنه هن رح يكونوا سبب لعرقلة هذه الحكومة أو لتفجيرها؟ تفجيرها لا، تفجيرها بمعنى أنه تطير الحكومة لا، يعني الكل بيعرف السقف تبعها وبيعرف أنه هذا سقف ما فيك ترجعي عن جديد. ما بعتقد مش جدي ابدا الكلام على امكان تطير الحكومه، حتى لو الوزير باسيل بكلمته الناريه اللي عملها ليله ذكرى 14 اذار انه حكي انه تطير، بعتقد باطار ضغط او سحب الاوراق او التلويح باوراق الضغط على بعيد، كما انه الرئيس الحريري يعني من خلال تلفزيون الفيوتشر المقدمه تبعه حكي عن تفشيل العهد وما إلى، يعني كل مين عم بجرب، مثل اثنين واقفين على البيت كل واحد عم بفرج الثاني سلاحه أو فرده، لكن ما حدا رح يسحب فرده ويقوس على الثاني، يعني لأنه في استحالة وهذه بتشكل خط أحمر داخلي وإقليمي ودولي، ما يعني في استحالة فيها. أما السؤال هل تؤدي العرقلة؟ إيه، وهالعرقلة واضح أنه موجودة، برأيي ممكن تلاقي لقدام، ربما لا مش هلأ بس ربما لقدام يمكن هالاشتباكات او الصراعات ممكن تؤدي لتعطيل الحكومه او انه تعليق عمل العمل بجلسات الحكومه، ربما ايه هذا وارد، ممكن يصير ممكن ما يصير، بس انه هذا قابل انه يصير. هلا السفر الرئيس الحريري ولو انه عللوا بموضوع فحوصات طبيه الارجح مربوط، خصوصا انه يعني راح ياخذ كم يوم، مربوط بعملية الزعل بالداخل، ولذلك انه مفترض الاستمرار الحرب. بس هو الإعلامية اذا اي مسؤول بيزعل بيحرد بسافر، موضوع اخر هذا معه حق ومعه حق سنتين، بس انا عم بستنتج منه ايه؟ لا اكيد لا شو طب في اي لا، بس عم وصف الواقع. هذا بيأكد انه بعد هذا المشكل موجود. انا برايي السؤال الاساسي هو هل انه هذا المشكل سيؤدي إلى صراع دائم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بالحكومة، أم أنه مؤقت، أم أنه أنا بعتقد لأنه هذا السؤال الأساسي اللي كان عم ينطرح بالكواليس، كل الفرقاء السياسيين كانوا عم يطرحوا، هل الخلاف جدي؟ وإذا كان جدي كيف يستمر لقدام؟ برأيي يمكن هاي الصورة المضبوطة. ليش السؤال إذا كان جدي؟ لأنه نحن بنعرف أنه هنالك ترابط صار ما بين الرئيس سعد الحريري وفخامة الرئيس والتيار الوطني الحر منذ وصول عماد عون أو التسوية الرئاسية، ما عرف التسوية الرئاسية. نتذكر يومتها الوزير جبران باسيل طلع على LBC في أحد برامج تلفزيونية وقال عدد من ضمن كلامه نقاط بما فيها موضوع شبه التعاون المسيحي السني، ويعني عدد نقاط كبيرة والحياد عن الموضوع السوري يلي شكلوا نقاط لها علاقة بالتسوية الرئاسية وبالتالي الالتزام فيه شفهيا من شان المستقبل ومن شان غير المستقبل السعودي. الانتخابات النيابية الماضية كان التعاون الأقرب الانتخابي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. مع العمل على تشكيل الحكومة حتى مع انهاء تشكيلها رغم كل ما صار، ظهر الرئيس الحريري أقرب بكثير من الوزير باسيل، من الرئيس الجمهورية، منه من القوات اللبنانية. واضحة هيدي كانت معروفة. طيب هذا الصراع اللي فجر هلا شو قصته؟ الرئيس الحريري رجع مؤخرا من السعودية. نعم. دائما بترصديه بعد ما يرجع من السعودية سقفه عالي، معلى السقف هون، الاجتماع كان فاشل مع الوزير باسيل، حكي اختلفوا بعدة مواضيع بما فيها الكهرباء والبواخر وغيره، وطلع هذا الكلام سربوه. الرد كان أقسى من الوزير باسيل، واثنين عمل إعادة لم شمل سني. قبله كان ساترفيلد إجا على بيروت وحتى الدبلوماسية الأمريكية شجعت باتجاه إعادة رص أو إحياء
صورة أو تفاهمات 14 أدار بسبيل بمرحلة الضغط يلي ماشيين فيها يلي هلأ هي لقدنا. نعم. طيب هذه الصورة كلها سوا بتوصل لمحل. طيب هالخلاف يلي موجودة هو يلي سجدنا هلأ بغض النظر عن نقاط تبعه، يعني نقاط اقتصادية، نقاط موضوع السنيورة، نقاط خصوصا موضوع البواخر والكهرباء. طيب هيدا مرشح أول شيء هل هو تمثيلية؟ هذا اللي عم بقول لك عنه مش رأيي. في قوى فاعلة بالبلد، قوى كبرى، أحزاب كبرى طرح هذا السؤال. ليه؟ لأنه يعني بالإجمال ربطهم كثير من المسائل بالحكومة السابقة كان دائما. بس ليش هن بحاجة لتمثيلية اليوم؟ كلنا بنعرف إنه الطرفين اليوم بحاجة لحتى يشتغلوا. أنا خليني أقول لك، عم بقول لك الآراء. إيه واضح، بس أنا عم بسألك هن اللي بيفترضوا إنه أولا ما يربطهما لناحية التعاون على مستوى السلطة التنفيذية الحكومة وعلى مستوى الملفات المطروحة أقوى بكثير مما يفرقهما. نعم. بس لكن بيقولوا ربما هذه التمثيلية بحاجة لتسديد فاتورة بعد الرجعة من السعودية، وأيضا لتسديد فاتورة تانية بالنسبة للفرنسيين اللي بدهم يعني تفوت بشركة أوروبية، وسعد الحريري فايت بشركة سيمنز وما كده ليه. وربما نقطة ثالثة انه كمان هلا في عنده هو تريخة وضع الرئيس الحريري ما كتير منيح بالشارع السني، وكشف هذا الشيء لما صار المشكل مع السنيورة، بقصة السنيورة بين انه السنيورة شبق دغري والرئيس الحريري بيوصفوا اخصامه او الشارع السني عامة انك ضعيف انت بوجه جبران بيصير هذا الكلام يلي عم نسمعه دايما، وهو رايح انتخابات بطرابلس يريد انه هيدا بيوظفه هونيك، وبالاخير لن يلبث ان يعود يعني تكون خلصت التمثيليه. راي ثاني بيقول، وهذا الراي حد الرئيس سعد الحريري، بيقول لا، نسخه الرئيس الحريري تبع 2019 غير نسخه 2018 وما قبل. راي ثالث بيقول، وربما هذا اللي يكون اقرب، يعني انا ما عندي معلومات ما في بصر، بس المنطق تبعي بيروح عليه اكثر، انه الرئيس الحريري في خلاف بينه وبين الوزير بسيل، لكن هذا لن يعود، لن يعني يبتعد الوقت كثيرا كثيرا قبل ان بيعمل انحناء او انعطافه وبيرجع بيروح بيتفاهم مع الفريق الاخر، لانه الوزير الرئيس الحريري بحاجه للحمايه السياسيه اللي موفر له اياها رئيس الجمهوريه، وانه بقاؤه في السلطه ما قادر، ما بيكون هني وما قادر يستمر لأمد طويل إذا ما كان، إذا هذه الحماية السياسية انشالت عنه، وبالتالي لذلك لأنه هو الحماية السياسية تبعت مين؟ تبعت رئيس جمهورية؟ رئيس جمهورية مش تبعت المملكة، لأنه نحن تعودنا بلبنان أنه رئيس الحكومة ما بياخد حماية سياسية من رئيس الجمهورية. شالت الحماية عنه المملكة العربية. هذا السؤال، يعني ما الذي حصل في المملكة العربية السعودية؟ هلا هو كرموه، يعني لما راح بحكي بالشكل ايه، لما اخذوا له الموعد مع الملك اللي ما كان مطروح، والملك استقبله طول. نعم. طبعا هو رمز اللقاء مع الملك، وقعد مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان فتره، يعني وقت طويل، ساعات. نعم. طويله. ما كرمال هيك عم بسالك انه هو وبالتالي الا يحظى اليوم بمظله سياسيه سعوديه؟ ايه، بس انه كان عنده مظله سياسيه سعوديه بال 2011 وطار، وهلا كان مختلف مع السعوديه لما صارت معه المشكله وغيره، جابه كفه رئيس حكومه. الواقع بلبنان تغيرت، المعادلات المعادلات اللي تحكم الوضع بلبنان، السلطة تغيرت، تبدلت. بغض النظر من حبة ما من حبة، بس هذا الواقع، أنا أوصف الواقع كما هو. لذلك طبعا هذه مسألة أساسية أكثر، بس لكن هون السؤال إذا مكي، مشان هيك مثلا شو عم بيقول لك لما بقول طير الحكومة، لما عم بيقول له بتطير الحكومة شو يعني؟ عم بيقول له معي 11 بطيل، بطل ترجع انت يعني رئيس حكومه، انه ضمنا شو هذا. نعم. هذا الكلام الفعلي تبعه. لكن هون السؤال الابرز انه ال11 حسابيا وغير حسابيا ما بيكونوا موجودين الا بتفاهم مع حزب الله في هذا الاطار. لذلك انا برايي السؤال الابرز، ما موقف حزب الله؟ حزب الله يريد، انا على علمي حزب الله يريد الاستقرار الحكومي، صحيح، وعلاقته الخطوط تبعه بالقنوات بينه وبين الرئيس سعد الحريري مفتوحه وموجوده، وما في يعني، على العكس بخلاف الصوره الظاهره اللي لازم انه تكون الصوره الظاهره، في بروده بيناتهم وربما بيتقاصفوا بين فتره والتانيه، بس هيدي عاده الشغل، عاده الشغل المتطلبات تبع الواقع السياسي، صحيح. بس لكن
بالكواليس ما بتسمع انه في انزعاج من اثنين من بعض، بالعكس في تواصل دائم من بعضهم. ألم تؤثر مقدمات تلفزيون المستقبل مؤخرا يلي اتهمت التيار الوطني الحر بأنه يقدم أوراق اعتماده لمحور الممانعة على العلاقة؟ لكن تعودنا نحن نعرف الاعلام، مش الناس يمكن بيتابعوا من وقت لوقته بالظاهر، بس نعرف نحن انه المسائل المعلنه او الواقع الاعلامي لا يجسد حقيقه، وما حدا بيتوقف الواقع عنه. يعني السياسي بتعرفي في شتائم كثير طلعت على التلفزيونات بتجاوزوها يلي بين بعضه بالاخر، والسياسي هي مصالح، بتامن له مصلحته بهذا المحل، نعم. بكفي وبيمشي معك وبيلاقي لك تدويره وبيعمل لك ألف شغله للمساله الثانيه. في اكثر من موضوع انتخابات 2009 وزيارة سوريا للرئيس الحريري، في أكثر من هيك، في أكثر منه. طيب اليوم أنت لأنه المصلحة الإقليمية فرضت عليه يروح لهونيك وراح لهونيك، عم نعطيه نعم. بالساحة على المستوى عفوا الساحة اللبنانية في مئات بل آلاف الأمثال حول هيدا كيف رجع ترك وهيدا كيف رجع. المصلحة بالسياسي في مصلحة، مصلحة بس. طيب انطلاقا من هيدا هيك قراءة المشهد، خلينا شوي نفصلهم للعناوين الإشكالية. خلينا نبلش من الرئيس فؤاد السنيورة وما حصل حول ال 11 مليار وغير ال 11 مليار، المؤتمر الصحفي اللي عقده ألان بيفاني، ومن بعده طبعا بدي انتقل لموضوع النازحين لانه كمان موضوع حيوي والخطه الاقتصاديه. موضوع الرئيس فؤاد السنيوره، كيف يعني عم تقول حضرتك انه ما حدا بيقدر يفجر الحكومه لانه مصلحتهم اثنيناتهم يضلوا فيها، وما في اصلا اراده دوليه بالذهاب ولا داخليه، وبالتالي اليوم هن محكومين بالتوصل الى نقطه التقاء. طيب شو هي؟ عم تسأليني عن السنيورة، رئيس السنيورة هون ولا بهذه النقطة، بنقطة مكافحة الفساد، على اعتبار انه مقدمة مقدمة المستقبل هلا من يومين وصفته بالافتراء، رح اقول لك ورح اقول لك وصفت الابراء المستحيل ورح بالافتراء، رح اقول لك شغلات جديدة بهالاطار، يمكن مش يمكن اكيد. خليني بلش لك اولا بالموضوع الرئيس السنيورة، الحرب يلي ردة الفعل يلي عملها برأيي كانت خاطئة بحق حاله، هو عم يدافع عن نفسه واخطا كثير بالمضمون بالرد. ليش اعتبر حاله انه معني؟ طبعا هني عانينه، بس ما في يطلع يقول انه انا المعني. اثنين، ساعة اللي كان لازم يدافع عن نفسه يعني بعد كلام المدير العام ألان بيفاني يلي كان محدد ونقاط محدده ومدير عام كل العالم بيشهدوا له وحكي عن نقاط عنده، يعني اذا بتاخذي شهاده بتاخذي شهادته هو لانه هو راس الاداره جوا. نعم. انه مستشاره قال له حول لي المصريات على حسابي، والسنيوره قال له هلا بعد ما تقرب على الملفات اتركها لفريق عملي، وهذا في نقاط كثير كان مفروض يطلع يدافع عن نفسه تجاه هذه النقاط، ما طلع وما بيقدر يطلع يدافع عنه، يلي هون كمان تجديد للاتهام فيه. خليني اقول حتى بالدفاع السياسي لتيار المستقبل وحتى لسماحه المفتي اللي دخلوه برايي ما كان يعني شو الخبري يعني انه الخط الاحمر ومصلحتي ومصلحتك ومصلحة كل مواطن ومصلحته هو لسماحة المفتي، مش اني احمي فاسد مهما على موقعه. انا ما عم اقول انه فاسد، بس عم اقول انه الدفاع من دون الاستناد لموضوع القضائي بيسوى يطلع وهو وغيره. بس لكن شو طلع الدفاع تبعهم؟ بيقول انه على ان لا تتركز حقبة واحدة على كل الحقبات، يعني نحن من مدانين هون بس كمان في غيرنا مدان. مزبوط، روح انت وغيرك بس ما تدافع توقف بهذا المحل، ما تعمل له حاجز او طبقه حمايه طائفيه، لانه بالاخر كل حرامي بكل طائفه وهن كثير حراميه بكل طائفه بصير بده بيلطق كل مره، وليش بدك تقرب لي وانه ليش ما قربت هيداك ليش ما عملت لي انا. هذه مساله ما لازم تتعالج هيك. هلا الجديد يلي بدي اقول لك عنه ويلي ما طلع على الاعلام، انا بفتكر انه تيار المستقبل حتى راجع حزب الله بهذا الموضوع، واللي فهمته انه بيقول لهم انه خيي انتوا كفيتوا بالرئيس السنيور هيك، طيب شو قولكم يفوتوا فيكم بموضوع الجمارك ببول بيروت والتهريب وبالمطار وبكذا. جواب تيار، جواب حزب الله كان انه اي ملف بيطال اي فاسد نحن بنطلب منكم تقولوا لنا عنه بمرفق بيروت، هذا كلام معموله على الهواء،
بمرفق بيروت او بالمطار او بالحياه العامه، او نحن بدنا اياه قبلكم، وما تستغربوا اذا دليتونا على محل بشي ثابت نحن نشهر فيه ونفصله اعلاميا، وهذا كلام رسمي، لانه على ما يبدو المسار الجديد يلي اعلنه السيد حسن نصر الله رايده انه يتطبق على حزب الله قبل غيره. هلا بعرف في كتار بيقولوا انه ربما انه هذه فيها بلا، بس عم اقول لك، انا عم اقول لك حرفيا الجواب يلي سمعته يلي نقل بين بيناتهم، وايضا وانا بصدق انه بالداخل رايد لانه في عنده مصلحه ذاتيه بهذا الموضوع. نعم. كمان بس دائما بحزب الله تحديدا يعني بنسمع هذا الخطاب بس ولا مره صار في شيء عملي. صحيح. يعني الشيء مش صحيح. شو العمليه اللي صار؟ البدايه اللي طلع انت بتعرفي كانوا يحكوا عن المخدرات وما الى هنالك. الجيش طلع نفذ عمليات قويه بالبقاع، قتل رؤساء عصابات بعلبك الهرميل. بس نحن عم نحكي عن أكثر من هيك، يعني هلأ بالبقاع في طفار، في ملفات حياتية، في ملفات اجتماعية كبيرة، يعني حتى ما تطلع أنه مكافحة الفساد اللي بده يعملها حزب الله هي بالبقاع مع الطفار. خليني كفيلك، هذا جزء منه، جزء ملف بالفساد أكيد المخدرات. الكلام الأول أنه هودي كانوا محميين حزب الله ما بيخليه يقرب عليهم. ولا مره العشائر قالت انه هي محميه من حزب الله استاذ جوني. الكلام يلي كان مطروح بالداخل ما بتبين انه عم دافع عن هذا. لا عم بياخذ الامور بشكل موضوعي. العشائر في البقاع ولا مره قال عم بياخذ الامور بشكل موضوعي. نعم هذا الموضوع رح اقول لك اكثر. بعرف انه في تحقيقات تبع، مش كل التحقيقات عم تطلع لبرا. مراكز المخافر تبع قوى الامن الداخلي يلي بالضاحيه الجنوبيه. نعم. يلي هي بالضاحيه الجنوبيه. كان بالسابق تعرفي كان ينحكى انه ربما هذه المخالفة على ما يبدو انعملت مصلحة لبعض الاشخاص هناك، قد يكونوا قراب من الحزب وقد يكونوا حزبيين، انك تمرق كذا شغلة تانية على ظهرها وتكون مدفوعة. هيدي فتحت وعم تتراجع ورح يروحوا باتجاه فرضة. انا اللي عم اقول لك تمرق وين؟ يعني مثلا مرق لي هذا الحائط لفلان، مش هيك؟ هلا هيدي مطلوب من الحزب. الفساد الكبير استاذ جوني، الاخرين عم بحكي بدايه من هون لتوصلي على موضوع الجمارك. انا عم بالضبط هذا اللي انا عم بقول الكلام يعني على الهواء، يعني يلي عم بيقولوه تيار المستقبل، يعني يلي بده يفتح ملف الرئيس فؤاد السنيوره بحجم، بده يفتح ملف بحجمه اذا بدك عند طائفته. شو هن الملفات بحجمه؟ لانهم مخافر بالضاحيه ولانهم ملفات المخدرات بالبقاع، ملفات بحجمه هن ملفات المطار والجمارك. صح. والبور هو هن. صح. يعني ومتى ما انفتحوا بول ما عم ينفتح ملف بحجم لما ملف لما بيكون الجواب. وانا عم لك المليارات الضائعه انا كما سمعته بس بيكونوا عم كذبوا علي، ايش بعرفني، بس ما مبين هذا الكلام كما وصلني ويلي نقله لنا المستقبل بيكون التقصير من الأماكن التانية إذا في حال ما راحوا باتجاهه. نعم في عندك معابر غير شرعية برية يلي موجودة ما بين البقاع الغربي والبقاع الشمالي والشمال، وهيدي مفتوحة لأنه التهريب يلي بتصير فيه بالجمارك، ليش عملك عنه؟ لأنه صار في دراسة عليهم أنه المحل يلي هونيك رايح الجيج باتجاه الضرب في هذا الموضوع وكلف وبدي يسكر في هذه المحلات، وبرأيي ستجري متابعة في الداخل فيها. طب ما أنت عم تحكي عن بضاعة فاسدة عم تفوت على السياحة اللبنانية، مش هيك؟ على الأسواق اللبنانية خضار، افترض الخضار قبل ما نحكي عن شيء تاني، ما هي كله فساد، هذا كله تهريب. مزبوط. تهريب جماري. فلت اجا حكى عن الحديد يلي عم ينباع بالسوق اللبناني، سمعت عنه هذا المحل؟ ما بعرف اذا في شيء الحديد الايراني يلي فات، بس ما بعرف اذا، بس برجع بقول لك شغله، طالما عم بيقول له لخصمه انه يلي استهدفه بيقول هو خصمه بهذا الملف انه روح طلب من هودي قول لي عنهم وانا مستعد بهودي، انا ما تستغرب اذا انا شهرت فيه وحطيته برا. رح اقول لك شغله، المساله منا مساله بغض النظر اذا كنت انا كويس او ابطال وحراميه، مساله لها علاقه بالمصلحه الداخليه عندهم، لانه المناعه يلي كانت عند حزب الله المناعه الداخليه العقيده وما الى هنالك كانت لانه بموضوع المال. كل شيء وانت كنت بعيدة عنه كنت قادرة تعملي مناعة بالداخل، لأكيد خلال السنوات الماضية ظاهرة الفساد
برأيي كانت عم تضرب عم تأذي جسم حزب الله، تكوين حزب الله. فإذا عنده مصلحة، قبل ما أحكي عن الموضوع إذا بده، يعني مع أنه في نقاط تانية في هذا الموضوع، بس عنده مصلحة ذاتية في هذه المسألة، عنده مصلحة ذاتية في هذه المسألة. اثنين، رايد أنت منتل أنت المنطقة رايحة باتجاه نقطة تانية. اعتقادي الشخصي أنه يريد أن يظهر صورة أخرى له، بالأول ما كانت تعني له، ما كانت تعني له. هلأ بعد كل ما حصل يريد أن يظهر صورة ثانية له في هذا الإطار. والدليل وزير الصحة جبق، الوزير جبق. احنا قلنا أول ما استلمه كان التركيز عليه أول ما استلم أنه هذه الوزارة ستكون وزرا للتعبير مزرعة لحزب الله، ما هيك؟ لهلأ ما بين في شيء منه، أو من أجل تسويق الأدوية الإيرانية، مع أنه لازم تشوت الأدوية الإيرانية يلي ما عنده إمكانيات واللي هي جيدة، كما قال لي السفير الفرنسي والسفير تاني انه هاي نوعيتها جيده ونحن نريد يعني بالاسواق هذا لازم انه تكون، بس ما بين شيء في هذا الاطار، لم يظهر شيء في هذا ما الاطار. لحق يعني يعني الشهر اللي شفناه هلا جيدين مزبوط، بس بقصد انه في ملفات يعني ناطرينه من وزاره الصحه، مثل ملف الدواء، ملف المستشفيات، الاستشفاء الى اخره، ملف الضمان، كثير من صحيح. الملفات العالقه اللي هي اصلا بحاجه لوقت للمعالجه. انا قلت لك قد المهمه كامله، بس عم اقول المرحله اللي مر فيها لهلا ما ظهر فيها في المواضيع التي لها علاقة بالاستفادة الكبيرة في هذا الموضوع أو في تجيرة. برجع بقلك نعم هنالك فساد، أكيد في فساد عندهم، وعم قلك إحدى مسائل ذهابه اندفاعه في هذا الموضوع إنه هذا الهريان المالي ما بيصيبني إلي أنا، نعم، وبصيب بيئتي اللي هي فقيرة قبل ما يصيب مع محل آخر. كنا بموضوع الرئيس فؤاد السنيورة، نعم، لأنه جاوبتك على هذا الموضوع بهيدي باللي صار بيناتهم. بس الموضوع الرئيس فؤاد السنيورة يعني يلي أثاره النائب حسن فضل الله، بس يعني هو في خوف من تيار المستقبل أنه يصير في محاكمة سياسية للحريرية السياسية يلي من التسعين لا إذا بيصار له خصمه يحاكمه فيها ما بيقصر بالضبط كرمال هيك اليوم يعني الدفاع عن الرئيس فؤاد السنيورة والقول بأنه هذا الاشتباك ما رح يوصل لمطرح. ليه؟ لأنه في فريق سياسي كبير بالبلد ما بده يصير فيه محاكمة سياسية. لا لا، لازم يكون في محاكمة انتبه سياسية مسألة تانية، أو محاكمة مش مالية. مالية بس محاكمة مالية بتصيد. للحريرية السياسية، لأنه هو الرئيس رفيق الحريري هو الذي بنى هذه الهيكلية. الرئيس سليم الحص الله يطول بعمره ما حدا قرب صوبه ولا مرة بموضوع المال. ليه؟ أيا يكن موقفه، حتى في عز الحرب اللبنانية ولا مرة حدا قرب صوبه بالمال. ليه؟ يعني منزه، بتعرفي عنه أنه منزه بهذا. ليش بتطلعي بالمحلات تانية وبتصير دلي بأصابعك؟ ما تقولي يجيب لي وصولات، ما حدا بالفساد ما في وصولات. أنا اللي خليني أقول شغلي. وحتى في ناس بالفريق السني الموالي لحزب الله فاسدين، بتأشر عليهم وعملوا كذا وعملوا كذا وفي عنده المسألة بهذا الموضوع. يعني بغض النظر عن هذا الانقسام أو تثميره في السياسي، أكيد في الارتدادات السياسية، بس أكيد كمان أنه هذه المسائل يجب أنك تحطيها على الطاولة، ومش لازم الطوائف. انا بيصيبني الفاسد المسيحي بيصيبني اللي انا قبل غيري، والادم السني بيفيدني قبل غيري، هذا اقرب لإلي في اخي. انا هذا ما بي وانا مش عم بحكي هون على المستوى المدني، عم بحكي ولا على المستوى الوسطي، انا عم بحكي على المستوى العالي. لانه يعني المستوى العالي هي المساله، حيتان المال موجوده على المستوى العالي يلي كمان لما بيجي الغرب، لما بيجوا الفرنسيين بيقولوا لك مثلا انه هذا صدر انت ممنوع تتصرف فيه مثل ما هو، لانه انت يعني بالسابق فزعت، انا بدي الحق كل مشروع. وشفتي كيف عم يلحقوا كل مشروع؟ بدهم يلحقوا يتابعوا وهن ياخذوا، يعني هن يتابعوا هذه الاستثمارات. شو يعني؟ ما عم بيقول لك انت الفساد ضارب داخل الدنيا عندك انت. انه طب كمان هون في يعني مساله لها علاقه بشو؟ مساله لها علاقه بالواقع يلي نحن عايشينه هلين يلي عم نشوفه كل يوم. نعم. طيب موضوع الابراء المستحيل مؤخرا صرنا كتير عم نشوفه، قلت لك يعني موضوع الرئيس فؤاد السنيورة اليوم وين نقطة الالتقاء؟ كيف ممكن تنحل هيدي النقطة؟ كيف ممكن تنحل مسألة قطوعات الحسابات للسنوات الماضية من 93 ل 2017؟ المسألة ما وقفت بس بزمن الرئيس فؤاد السنيورة، خلص شغله وقلم بفني واضح، بس حطه على الطاولة، صارت بدك تطلعي تنطلقي من هونيك وتمشي فيها. بس ما كشف كتير أمور كانت تصير. هو قال على مستوى
عن هبات قال عن يعني كشف كثير مئات يلي بدك تفوتي عليها، بس هو قال بالمبدا انه هذه الاموال ليست كما مفترضين نحن الناس انه مختفيه، لا مش بتخوف، موجوده كلها على الطاوله. هلا كيف انصرفت؟ وين راحت انصرفت؟ هاي مساله ما له علاقه فيها، هو ما بيعرف فيها، بس بيعرف يحطها. اولا صار عندي شيء بين ايدي، اثنين الجو السياسي بيسمح، ما بين انه سمح كب الطوايف، كب كل مين طايفه بدها تحمي حالها، ودخلوا رجال الدين في هذا الموضوع يلي هو خطأ. انا برايي موازي له تفوت بالملفات كمان على مستوى كل الطوايف، وهذا كنت عم حاول لكنه بالاول لحتى ما يبين او ما تاخذ المساله، ما تتسيس وما تتمذهب، وما ياخذ كل واحد المساله كانها هي نوع من الكيديه. انا على كل طائفه ان تفتح فاسديها، لكن ايه لكن مثلا طب وهلا كلهم يعني كل القوى السياسيه حامله رايه مكافحه الفساد، هذا الشيء كثير اساسي. باللحظه يلي انفتح ملف بالدوله ايه كله نطوا كل مين، حتى بدي اقول لك اكثر كمان يعني 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 مكافحه مين راح يحمي فيه، في مين راح يحمي رئيس سنيورا؟ في البعض يعني يلي رفضوا انه ما تروح باتجاهه من غير الفريق هذا، من فريق سياسي ثاني، انه صار بدهم يحموا رئيس سنيورا، او انه ما تقرب ما تروح اكثر بالمشكلة اللي موجوده هناك. برجع بقول لك انا ما عم اقول رئيس سنيورا مدان، واضح يعني ما بعرف، بسالك عن بس عم اقول هذه مسؤول عنا يوم الفساد. يعني صرنا باشتباك بين القوى السياسيه على مكافحه الفساد، مين بده يكافح الفساد؟ وشو هن الملفات في ذهنية تانية بدنا نفوت فيها؟ طب انت مثلا مسموح انه يكافح الفساد فيها؟ لقيتيها طبيعية مثلا انه هذا الفساد اللي عم نسمع عنه بالقضاء؟ بالضبط مثلا نحن بنعرف عنه، اللي بده يحاكم مين بيكون؟ المفروض يكون قاضي. اصلا كل السيستم غلط، يعني حتى هذا الزعيم الفاسد بيجي بعين هذا القاضي يلي بيقول انه اللي قدامي عيني وعم يسرق، انا بدي يكون زلمته لبي له مطالبه الغير قانونيه والغير شرعيه، وانا بدي بلش افسده، بيتمدد عند الكل وتمدد بشكل سريع. خليني اقول اول صدمه جيده انك جمدتي خلقتي جو، صار في حساب، صار بيطلع الواحد، صار الواحد بينفضح لك حتى لو مش ما بيتحاكم، ما بروح القضاء بس بينفضح. يعني هلا نحن تمسحنا بيني وبينك اللي بيسرق، يعني في محل بيصير يتباهى انه انت مثلا معاشك بيكون 3000 دولار شوي يا لطيف، عندك ما شاء الله، طب بيتباهى بلبنان عكس فرنسا. فرنسا الاغنياء شيء معيب، بيخبوا مصرياتهم، مشان هيك ايمن لين حرقوا امبارح محلات اللي بيرتدوا الاغنياء. بلبنان لا، انت ما اذا ما معك بدك تبين انه معك، ومثل كانه ايه بس منين جبتوا من اخر همك. احياء مبدا المحاسبه ومن اين لك هذا هو مساله اساسيه، احيائه بالذهن، احيائه بالتفكير، احيائه بالثقافه الاجتماعيه تبعنا نحن. عملنا خطوه اولى لازم نكفي فيها، وهون برايي دور الاعلام، هون برايي دورنا نحن، هون بدنا نكفي. والمساله منا هيني، لانه برجع بقول لك في ذهنيه عامه عندنا تتقبل هذا الشيء، عم تيجي نفضحه كل يوم، في 3-4 فضايح بوسائل الاعلام، مزبوط. مين بيسال؟ مين برد؟ طيب ننساها تاني يوم. بدي افوت بفاصل اعلاني، من بعد الفاصل الاعلاني بدنا نحكي عن كمان الاشتباك اللي حاصل حول الفوايد، فايده خدمه الدين، الخطه الاقتصاديه، النازحين، سادر، وشو كمان هلا بنشوف شو كمان. فاصل قصير وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيف أستاذ جوني منير الكاتب السياسي، بدي أرجع أرحب فيك. كنا عم نحكي قبل الفاصل الإعلاني عن إذا بدك الاشتباك السياسي حول عدد من المواضيع التي يمكن أن تعرقل هذه الحكومة طالما لن تفجرها، مثل ما حضرتك عم بتقول، لأنه ما في مصلحة عند كل القوى السياسية، وحتى ما في مصلحة لا داخلية ولا خارجية. بدنا نكفي هيك بالتسلسل، بدأنا بموضوع مكافحة الفساد وبموضوع المليارات الضائعة مع الرئيس فؤاد السنيورة والاشتباك. خليني اقول لانه عم نتهمه لحاله، عم نقول خلال المرحله يلي كان فيها وزير ماليه رئيس فؤاد السنيورة. بدي انتقل لغير يعني نقاط من بين قبل ما نروح عند النازحين، لانه النازحين دسم كتير، كله دسم، بس الاشتباك حول العناوين الاقتصادية، خدمة الدين. اليوم عم نقرأ انه خدمة الدين والفوائد يلي عم تندفع على خدمة الدين ايضا عليها اشكال، عليها انقسام داخل مجلس الوزراء، وكل موضوع من هذه المواضيع عليها انقسام بين القوى السياسية. اليوم الرئيس سعد الحريري يتمسك بمصلحة المصارف في هذه النقطة، في المقابل
هو والقوات اللبنانية. في المقابل هناك اصطفاف من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل بمعالجة الفوائد على خدمة الدين. وطبعا هذا بيرتبط بعدم القطاع العام، لأنه في فريقين كمان، فريق بده يعمل إصلاح بين مزدوجين بيسميه بالقطاع العام، وفريق لا. هول المواضيع اللي هن تتعلق بمواضيع اقتصادية وتنسحب على قضايا تمس المواطنين، كيف رح تنحل؟ لا عم تحكي بالبرنامج يلي ممكن قدام. نعم. هلا بموضوع المصاريف، ما في شك انه المصاريف عملوا ارباح كبيره وارباح هائله، من خصوصا مرحله ما بعد 92، واستفادوا كثير من الموضوع. لكن بالوقت نفسه كمان لازم نقر انه الدور الكبير يلي مقدمينه المصاريف بتثبيت الركائز عدم الانهيار، او في عندك الجانب يلي هو ارباح هائله على ظهر التواطؤ أو العلاقة المخفية بينهم وبين أركان السلطة، وهيدي مسائل مخفية ظاهرة صارت. لا إيه، بس إنه يعني قصدي مش 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 رسمية يعني. إيه. والموضوع الهندسات المالية وما إلى هنالك، بدك تزوجي بين الاثنين. واضح إنه بالسلطة هنالك من يقول إنه هذا الإمكانيات المالية الهائلة اللي هنالك بدك تحطها، ونحن في إلنا معكم، إلكم معنا ديون. بدك تشوفي كيف بدك، بتعرفي انت في قصة سندات الخزينة وقصة هيك، ايجاد معالجة ما لألهية بحيث تخفف عن كاهل الخزينة في هذه المسائل. برأيي يجب ان نجد طريقة ما للتوفيق بين اثنين، بس مع عدم المساس بقطاع المصارف، وعدم، لانه احدى الركائز او خليني اقول الركيزتين الكبار بالبلد يلي هن عاملين، يعني هن بيعطوك إمكانية الاستمرار لقدام، هن الجيش بمكان لأنه بيعمل أمن وبيمسك الواقع الأمني بشكل كامل، استقرار أمني، والمصارف يلي هي بالوقت تاني عم تعمل لحد أدنى من الاستقرار الاقتصادي والمالي رغم الظروف الصعبة يلي موجودة كلها سوا. ما يعني أنه برجع بقلك يجب أن نزاوج ما بين عدم ابقاء هذه المساحه الهائله، بدك ما بدك تقدم انت والارباح، يعني بس تقري بمحلات انه ربح المصرف، هذا المصرف عمل بالسنه وهذا الاعلان الرسمي تبعهم، يعني عمل ارباحه 360 مليون دولار، وعمل هذا مصرف واحد، مصرف الثاني 400 مليون دولار، ارباح هائله. طب كمان هيدي ما عم تتاخذ، برجع بقول لك هي المعلنه، انه بالاخر بضل في عندك محلات تزوره. بغض النظر يجب ايجاد شيء ما، بس قبل ما نوصل لهي الصورة العامة يجب إعادة وضع صياغة مفهوم جديد لكيفية التعاطي مع الحكم، لكيفية التعاطي مع هذه الملفات قبل ما نروح على المسائل التانية. إحدى ركائزها إذا ما كان عندنا محاسبة جدية بموضوع نعلقه بالرايح، محاسبة معنوية، محاسبة سياسية، ومحاسبة بعدة أنواع المحاسبات، يعني كمان الفساد لما بيفوت على العناصر الأمنية الضباط، كيف هاي؟ ما هذا مسؤول عنك. لا عم تقري لما بتشوفي المشاكل اللي مطروحة شيء بيخوف، يعني كمان في عنده واحد انه صاحب علاقات عامة، قال هو علاقات عامة بيشتغل ما بين الضباط الامنيين وما بين القضاء، كيف الحكي هذا؟ وطبعا في عشرات لبل مئات المسائل المشابهة بمسائل ذات حساسية، يعني انت عندك قصتك بتروحي فيها لانه في الرشاوي، وفي المسألة مسألة ذهنية. لذلك انت يجب انك تعملي تبلشي بالصدمة اللي بلشت هلا يلي هي جيدة، ما حققت ايه، ما حققت، المسألة طويلة وبعيدة، بس لازم الصراع مقابلة وعدم ترك المسائل متروكة. نعم. مفتوحة. طيب. للوصول الإدارة لها. الإدارة كمان هلأ الإدارة اللي عندك التعيينات، عم تحكي عن التعيينات ولا عم تحكي عن الفساد فيها؟ عم بحكي عن الفساد في الإدارة، عم بحكي عن الحديث عن يعني ما بعرف إعادة هيكلة الإدارة، عم نحكي عن الانقسام السياسي اللي حاصل. أكيد حول في أكيد في خبطات بهذا الموضوع رح يكون للإدارة. بس لكن برجع بقلك المشكلة من فوق. مثلا هلا في عندك التعيينات، قديش إلي انا وياكي بنسمع من نشأتنا لما بلشنا نفتح جريده ونقرا انه الاداره يجب ان تكون على الكفاءه والتعيينات على الكفاءه، اي محل كانت على الكفاءه. اي هلا التوظيفات، خليني اقول انه لجنه المال والموازنه والملفات اللي عم تفتحها عن التوظيفات اللي هي غير قانونيه، اكثر من 20,000 موظف، بس ما فيك تكبيهم برا، ما هي تعمليهم، وهيدي شو اللي وصلها؟ الحسابات الانتخابيه. انه هذا بسموه توظيف انتخابي. طيب مين وظفهم؟ الطبقه السياسيه العظيمه يلي عندك،
ما بنرجع بنشكي من نفس الطبقه السياسيه، من الحوت اللي فوق هو اللي بيضرب كل شيء، اخذ اصواتهم. في بيقولوا لي باحدى القطاعات انه في موظفين من احدى المناطق ما عندهم شغل، ما بيروحوا يعني وظفون جديد ما في عندهم ما عندهم وظيفه، يعني ما فيش محل لتشغلهم. نعم. ما بيشتغلوا شيء، ما عندهم محل. ليه شو هذا؟ هذا مش وجه اخر للفساد. زيدي عليهم اللي توظيفات هلا يلي فات عليها، برايي هذا السؤال الاهم، وهذا من المحاور اللي راح تفجر او راح تشهد تفجيرات او اشتباكات عنيفه بالحكومه. قال الرئيس سعد الحريري يعني سربها بوسائل الاعلام القريبه منه، سرب هذا الموضوع وصار واضح انه موضوع التوظيفات مش متفقين عليها، وانه مبينه رايحه باتجاه المحسوب السياسي. طيب لهلا انا التوظيفات يلي عملتها بالسابق بالسنوات الاخيره الماضيه، طيب كانت ناجحه؟ لا. ليه؟ لانه اعتمدت يا ريت على الولاء السياسي، اعتمدت على تبعيه، تبعيه شيء والولاء مش مساله ثانيه. يعني كل مين لك بيعمل زلمتك بيصور لك بيقعد ما بتجيبه، هيدي المعيار يلي بدك تعمله. بدك تاخذ اداره فاشله، نعم، بدك تاخذ اداره فاسده، بدك تاخذ اداره مهتريه. بالتالي بنرجع من كف من اول وجديد، هذه المسائل لها علاقه بالطبقه من فوق، بالحيتان اللي من فوق. قديش هذه القوى الكبرى عند النيه ورايده انه يكون في عندها اعاده ترتيب مزبوط للواقع، ايه بتركب، اذا ما كان هيك ايه بتاخذي مثل ما عم تشوف اليوم. في اشتباك سياسي حول هذه النقطه. مزبوط. في شكوى. اول شيء عندك على المستوى السني القوى يلي هن خارج تيار الحريري، هو بده يعين كل التعيينات تبع السنيه وكذلك في كل الطوائف. وايضا في شكوى مسيحيه من القوات وتيار المرده، وهيك عم بيقول الرئيس سعد الحريري، انه اجى الوزير بسيل عم يحكيني حسب مقال وسرب في الصحف انه عم يحكيني بده كل التعيينات، مش بس على مستوى الفئه الاولى لكن الثانيه والثالثه. يعني انت رايحه على مشكل كبير. لا، رئيس الجمهوريه ينوي انه يفوت بسلوك جديد، يعني جميع المواقع الفئه الاولى اللي عندها طابع امني عسكري او مالي اقتصادي او قضائي، عند هذا الطابع بتعطي بهذه المسائل، يجب انه بالاول يكون في هو موافق. يعني مزبوط الالي الوزير المعني بيطلع، عم يحكي عن كل الطوائف، مزبوط الوزير بيطلع هذا، بس لكن ما بمرقه غير ليكون انا انه شوف انه هذا زلمتك، او انا ما بدي زلم لحدا، بدي جرب حط انه يكون كفو الشخص. هذا ما نقل عن رئيس الجمهورية. هلا بهذا الموضوع اعتبروا يعني او انه عمل بادرة فيه او عمل تيست فيه اولي، كما حصل في المجلس العسكري مع العميد محمود الاسمر. وقف رئيس الجمهورية قال له بنقله لمرت الجيل لانه انا مش موافق عليه للعميد محمود الاسمر، ويلي الحريري رئيس الحريري اقترح هذا الاسم، وانه بدي اروح على محل تنقي شخص اكثر يكون يعني انا اقتنع به. يعني هلا خصامه للرئيس يلي رافضين هذا، اول شيء هذا ببين رح يكون في عندك مشكله وشك. مثلا على سبيل المثال وزاره الاشغال مطرح ما هو وزير تيار المرده، بالاخر عندك مديريات عامه فارغه وكثير مهمه، كثير مهمه، مرفق رئيس مدير عام مرفق طرابلس، اعضاء مجلس مرفق بيروت، كثير كثير المحلات التنظيم المدني. طيب هو اجمالا بيرفع الاسامي، طيب يعني هون ما رح يمشي، كيف بدك تعمل انت؟ او بدك تعتمد مشكل او لانه هو ما رح، واذا عم بيقول لك هو اذا بدك تناقشني بها وبدك تفتح لي كل التعيينات كمان لحتى ناقش اخذ واعطي، يعني بينشال من هون بياخذ محل ثاني، او هون مسائل ثانيه لها علاقه بالوزير. وهون في مشكله بفتكر كيف رح يكون الانقسام داخل مجلس الوزراء. وبهذه النقطه بالذات يبدو الرئيس الحريري رح يكون اقرب لهي لحتى يزمط بحاله، الا اذا اخذ يلي عنده، ما المساله بتصير مقيده. وهذا بيرجعك على المبدا الاساسي يلي بيقول فاذا نحن بدنا نروح على محلات كل واحد يستأثر باللي عنده ويعطي جمعته. بالاخر بيطلع البكي بيقول لك طيب يا اخي ليش هالشباب اللي عندي اللي مسقفين وعم يلمعوا برا عم بيهاجروا من هون وعم يلمعوا لبرا؟ لانه ما عم تترك لهم دور. لانه مفروض الاداره يلي تستفيد منه، بلدك يلي يستفيد منه، انت عم تروح باتجاه الزلم المحسوبين الزلم، مش عم تروح باتجاه الكفاءه، وهيدا خساره للبلد
ولا هودية اللي بيحملوا حالهم بيصيروا برا. طيب ناسحين بروكسل بيقول الرئيس سعد الحريري انه وفريقه بيقولوا انه هن التزموا بخطابهم السياسي بالبيان الوزاري وهن ما زاحوا ولا بنص سنتي عن البيان الوزاري، وبالتالي بيسألوا شو سبب هذه يعني إذا بدك هذا الغضب على الرئيس سعد الحريري لأنه راح على بروكسل والتزم بالبيان الوزاري للحكومة يلي كل القوى السياسية أجمعت عليه. أساسا في مشروع، أنا كيف بدي كفي مع النازحين السوريين؟ شو عم بعمل بالموضوع النازحين السوريين؟ واضح انه لما بروكسل اصلا كان بدهم 9 مليار اما انه 7 مليار، بس شو يعني عم تعطيهم مصاري مشان تخليهم بالاماكن؟ لانه عم تقول لهم مشان رعايه الاماكن الموجوده فيه. انا كنت من الاساس ضد انه ياخذوا مصاري، لانه هيك بلشت مع الفلسطينيين الانروا انه تعطيهم مشان الاعانه، بعدين صار مشان تثبيتهم، بعدين بطلوا يدفعوا، صرنا نحن ملبكين بكل هذه المساله وهن راحوا على التوطين. هي عندي مرايت. طيب انا اول شيء ليش بدي فوت بهذا الموضوع؟ اثنين، طيب ما الحرب بسوريا عم ترتبوا كلكم سوا المراحل الثانية، بدي نحكي بإعادة الأعمار من سنة، الأمريكان بذاتهم حكوا عن أموال من السعودية من أجل إعادة الأعمار. طبعا في صراع بعد على هذا الموضوع، لأنه إعادة الأعمار هون فيها تخفي مسائل سياسية لأنه إلها علاقة بكيفية الدخول على الأسواق وكذا. المهم طيب أنت ليش عم تحط اللي بعد بهذا الموضوع؟ ليش عم تقبل؟ ليش عملت لي هالثورة لما راحوا لعندك أوروبا ماشيين نسبة بالنسبة للسكين، لك أنا اللي عندي بتقلي لا لازم يكونوا هون؟ ليش هذه الأموال ما بخصصها من أجل إقامة نفس المخيمات؟ أنا عم بحكي عن المخيمات، ما عم بحكي عن السوريين عامة. في سوريين هون مقتدرين وفي سوريين هون عايشين حياة عادية وعندهم الإجراءات القانونية وكفوا، ليش ما بديهم؟ يبقى أكيد مثل كل دول العالم، لكن أنا عم بحكي عن اللاجئين، عن النازحين يلي قاعدين بالمخيمات ويلي هني سبب الأرق تبعي أنا، ويلي ما حدا بيقبل إنه يكونوا عندهم، يعني ما حدا بده إنه يكونوا عندهم ولا أي بلد تاني. ليش ما بتحملني إياها أنا بوضع العاطل وبتركيبة الديموغرافية السائلة؟ يقول تيار المستقبل فدون عمر لهم هن زيتهم، هن زيتهم، خذ هودي المخيمات اللي هون حطهم بالأرض السورية. وين محل ما موجود الأمريكان هونيك؟ مش عم بتقول إنه في عندك قوى أوروبية كمان موجودة؟ حطهم هونيك. عم بتقول ما بعرف شو؟ حطهم هونيك. طيب بتقلي هونيك مش ضيعتهم؟ إيه وهون مش ضيعتهم، خدهم على المحل، بس لكن بيكونوا بسوريا بتكون ريحتني، بتكون ساعدتهم هونيك لما عم تساعدهم، عم تساعدهم بوجه حقه، وبتنقلهم بعدين على المحلات اللي بدك تعملهم. اما انك تخليهم عندي موجودين وانت عم يعني عم تعمل لي كارثه اقتصاديه كبرى، عم تزيد على كارثه تبعي، عم تعمل لي كوارث امنيه. يعني نعرف موضوع الامراض الامنيه والاجتماعيه اللي عم نعاني فيها من هون. شوفي النشرات القضائيه، موضوع السوريين والمشاكل، وعلى كل حال لأنه هذه الطبقة من البائسين المسكين، بائسين ما بتاخدك، بتخرج لك بمعظم الناس ناس خارجين عن القانون، وبالتالي بيروحوا يتوسلوا المسائل مثل كل بلاد العالم. يعني طبقة البائسين بتعمل لك هيك، بالتالي هذا أنا ما قادر أحمله، ما قادر كفي، عم تعمل لي مشاكل هيلي فوق المشاكل الكبيرة يلي عندي. طب رح طق، يعني رح يطق الجسمين اللي عندي، الجسم اللبناني، الكيان البنيان اللبناني، لازم إني أتفوش باتجاه إني عن جد قلن حجنا وتركهم بلبنان وعطيهم المساعدات وتركهم بلبنان، يعني خلاص عم بلدهم أكثر. كيف بعمل بعدين؟ طب اليوم تيار المستقبل بيقول إنه بردا على ما تقوله حضرتك بأنه في مبادرة روسية والقوى السياسية أجمعت أيضا عليها، وقف التاني يوم وانذكرت بالبيان الوزاري هذه المبادرة الروسية، وبالتالي لا شيء يمنع لبنان من الالتزام بها. وبزيادة مش بس في المبادرة الروسية، يقول تيار المستقبل، عم قلك بلسان تيار المستقبل، انه عنا جهاز الامن العام هو الموكل بهذه المفاوضات، صحيح. وما حدا بيعارض هذه المهمة، وعنا وزراء بيروحوا على سوريا، صحيح. وما حدا بيقلن لا، طبعا بسبب الانقسام السياسي اللبناني. وبالتالي بيقول تيار المستقبل انه ما حدا عم يمنع هذه القوى السياسية انه تلعب هذا الدور بعودة بإعادة النازحين السوريين، خصوصا وانه في الامن العام اللبناني بدأ بهذه المهمة ويمكن ان يستكمله. وفي مبادرة روسية، عم قال لك شو بيقول تيار المستقبل. انت مقتنع انه هيدا اللي هيدا هاي الصورة بترد نازحين؟ لا، المبادرة الروسية وقفت تاني يوم، تاني يوم رغم انه عملوا اربع مراكز، واحدة منهم بحميميم وواحدة ببيروت، وقف الثاني يوم لانه القرار الامريكي ما بده يردهم. الفاتيكان
يلي له 4 سنين او 5 سنين في هذا الاطار عم يسعى بعيدا عن الاضواء بشكل قوي. شو قال بلغ من كم شهر؟ بلغوا انه هودي بدهم اياهم يبقوا عندكم. بس لحظه، ما في عوده. وقف، بتتذكر وقتها شو بتتذكر وقتها شو قال؟ كان في وفد لبناني يضم عدد من النواب اللبنانيين، وكان في السيد احمد الحريري معهم، وكل بتتذكر شو قال لهم؟ شو قال لهم؟ قال لهم نعم في اراده دوليه بعدم عوده النازحين، بس شو قال لهم كمان؟ قال لهم انه الرئيس الاسد ايضا النظام السوري ما بده يرجعه، ما بده يرجعه. ممتاز. انا شو بدي مع بوصل يعني ما بدي يخلو تايباي، يعني بيسوى بيسوى في جهتين ما بدهم يرجعوا، بيسوى ما يكون بده. هي تخوفني اكثر. شو بتقلي لي؟ بتقول لك لازم لاقي الف طريقه. ما قصدي هذا ما يقوله تيار المستقبل، يعني اليوم تيار المستقبل بيقول ردا على الاتهامات اللي عم طاروا، انه ما بيقولوا كمان النظام ما بده اياهم يرجعوا. نحن عم نقول الرئيس السوري ما بده يردهم. ما قال هو ولا مرة هيك، ما بيعني انه ما عم بقول ما بده، بيسوى يكون ما بده، بس ما علم. انا بدي الحقه له، هو جرب اضغط عليه وجرب عريه من وراءه وقول له في عندك هو كيفك تدون، مش بوقف بقعد عجنة بقول له انا كمان ما بدي، جيب لي مصريات لاتركهم عندي. لا يعني انا مثبتهم عندي. واحد اثنين. طيب ماذا يفعل الوزراء، ماذا يفعل الوزراء المحسوبين على محور الممانعة اذا بدك بهذا المحور؟ هذا موضوع لبناني بس يروحوا على سوريا لحظة. في وزراء بروح على سوريا صح؟ الوزير صالح الغريب راح على سوريا صح؟ صح. طيب شو عم يعملوا؟ ما هو الدور الذي يلعبونه هؤلاء الوزراء مع النظام السوري الذي قال عنه الفاتيكا أنه لا يريد استعادة هؤلاء النازحين؟ خليني أقول لك، أنا برجع بقول لك هذا بإطار التخمين عنه هو، بس الأكيد في إرادة دولية ما بده يرد لجوا. بس على كل حال يعني أنا بفهم إنه المجتمع الدولي متفق مع الأسد، متفق مع النظام هو اللي متخاصم هو إيه، مشان ترتيب الوضع وعدم إعادته. التقوا بالمصالح، التقوا المصالح. شو هي التقوا؟ شو المصلحة؟ شو المصالح؟ مصالح ردوا خدوا في أذن لعندك على أوروبا. اللي عم بقوله، اللي عم بقوله خليني لي شغلة. أنا بعرف أكيد إنه المسألة بتخوف، ومسألة ما بدون يردون لهونيك، بقعد بتكتف وبتقوم القصة على روحة ومجية وزير، ولا أنا بعري إذا كان النظام بوجي بعريه بهذا الموضوع، بروح بقول له إيه شو الخطة، كيف بدي أرجع، تعال أحكي خطة كاملة مشان هذا السؤال. هل هناك من يعري اليوم النظام؟ لا، لأنه أنا ما عندي موقف دولي، هذا اللي عموله موقف على مستوى دولتي ما أنه موجود، مشان هيك ما بقدر عري وما بقدر روح معه وروح معه على الاخر في هذا الموضوع. وحلفاء النظام السوري في لبنان اليوم حتى هن ما عندهم هذا الخطاب، لماذا اليوم حلفاء النظام السوري في لبنان يضعون كل المسؤوليه على المحور الاخر، يعني على تيار المستقبل والاراده الدوليه، ولا يقولون انه ايضا النظام السوري لا يريد استعادته؟ خلينا نبلش نعري اذا بدك، يعني بدك نعري المواقف. مش هذا مش هيك كيف؟ اول شيء مش هيك يا عري، هو ما عم بيقول ما بده، هو عم بيقول جيب لي اياهم. مين؟ نحن سوري. ما بعدك سمعت تصريح نحن عم نقول، نحن عم نقول عن الفاتيكان. ربما تكون تخليكي شو النظام، الفاتيكان ما تواصل مع النظام، لا بس بيقول انه ربما تكون نويه، انه الارجح بالنسبه له نويه ما تردون. ايه ربما، انا عم بقول لك ربما، بس لكن ما طلع عنده عم بيقول ما بدي ردون، ما طلع من هذا الكلام. انا لحتى عري بروح عليه لحق الكذاب لباب الدار، في أكتر من هيك بعد؟ بكفي عليه كدولة لبنانية اعطيني خطة كيف بدي رد هؤلاء النازحين اللي عندك للداخل هونيك، وهودي اجوا صوتوا عندك وهودي اجوا عملوا وهودي ببين عندي أكتر إذا كان عنده النية ولا ما عنده النية. اثنين، إذا كان الغرب، وأنا هون مسؤولية الغرب برأيي الغربية أكتر، إذا كان لأنه هو بالآخر عنده سيطرة وعنده نفوذ على أجزاء لا بأس بها من سوريا، يعني إن كان من قوات التحالف أو حتى الروس أو حتى ما إلى ونالي عال. إذا أنت ما بدك، عم تقول هلأ ما بدك تردون، واضح وما بدو يردون. شفنا التخويف يلي كان عم بيصير من منظمة رعاية الأمم المتحدة هون بالنسبة لقلوا ما يروحوا لهونيك. إذا أنت عم تقول ما بدك كيف تروحون لهونيك لأسباب سياسية بأمرك، بس هاو اللي هون خدوا تفضل حطون عندك، أنا ماني قادر. ليش حتى قمت القيامي لما كان قدر تركيا علت سحب علت ايده وسحب وخلتهم يتسرب شويه نازحين اللي عندك على اوروبا، رحت دفعت 6 مليار يورو برطيل، هي برطيل هيدي او رشوه للنظام بتركيا، رجع سكر لي هذه الحدود عام. حتى ما يوصل على اللي عندي فأذن اذا كان هيك. وانا عم بعني اللي عم بقول لك، عم بقول لك انه اللي بعرفه انه رئيس الجمهوريه لن يقف مكتوف الايدي. بالضبط هذا اللي كنت بدي اسالك اياه، يعني هلا امام هذا الاشتباك اليوم انه الرئيس حريري ببروكسل بالمقابل الوزير المختص بملف النازحين بلبنان ما راح معه، شو راح يعمل رئيس الجمهوريه؟ هلا جزء منه هون، وانا بعرف انه حتى الامريكيين متحسسين من هذه الزياره من هذه النقطه،
بس اخر همي بيتحسس الامريكاني ولا بيتحسس في حالي، في انا، في بلدي، في كيف بدي كفي، في طيب. الديموغرافيا تبعي، في الواقع الداخلي عنده كله سوا، كيف عم بعمل؟ كيف بترجم هذا الكلام بالمشهد السياسي؟ يعني اول شغله ضغط باتجاه سوريا لحتى نحط موضوع في هذا الاطار اي سبل وان كان، لانه نحن عشنا الخطر الفلسطيني وبعدنا، يعني راحوا على التوطين الفلسطينيين هلا بصفقة القرن الحلوة تبع ترامب، بد توطينهم في لبنان، توطينهم. هيدي الخبريات الكذبات اللي كانوا يخبرونا عنها، قرار أمم متحدة ومدري شو وسكنونا عليهم 50-60 سنة، واللي كانوا مغلطين، كنا نسمع هذا الخطاب كله، نحن أولاد المأساة الحرب 75، يلي أساسها كان الواقع الفلسطيني في لبنان، لأنه أدى إلى اهتزاز وفتنا بالحرب، نحن أولاد هذه المأساة بنكررها لأولادنا؟ بشكل أبشع، بشكل نهائي، كيف بدنا نعمل فيها هيدي؟ هذا كل الكلام سمعناه بالسابق وما كان صحيح. بدي قاتل كرماله، بدي قاتل منشان هذا الموضوع قد ما فيه. كيف قاتل؟ اما من خلال ذهاب الدولة بشكل جدي ورسمي والضغط مع النظام في سوريا من اجل وضع برنامج في هذا الاطار، بس برأيي منه كافي، واما باتجاه ترك هودي بيسمون التجار اللي بينقلوا المهاجرين على اوروبا، بتعرفيهم الاسلوب اللي استعملوه الاتراك، بيحملون بيطلعوا بيهربون، بسموا هربين الناس والبشر لهون، اتركهم ليش حتى انا بدي كفحهم؟ اذا انا بدي لقطهم هودي وكفحهم مشان اتركهم عندي انا، مشان اترك القنابل عندي لينفجروا فيي، لا اكيد وضعي انا ابدا واولى من اي مساله تانية، اتركهم يروحوا لهونيك. اذا انت لا تحببهم، اذا انت عم تقول بالسياسه مش لازم يرجعوا سوريا، لا عال كويس، خذهم خذهم حطهم عندك، ومن عندك رجع ردهم بعدين على سوريا. انا اللي عم بقول واقعي لم يعد يحتمل، لا اقتصادي، لا بريد التعتيقي، لا واقع الاستقراري، لا استقراري. كنا عم نقول انه هذا الموضوع هو هلا موضوع اشتباك سياسي بين التيار الوطني الحر ورئيس الجمهوريه، على اعتبار انه الرئيس تحدث عن هذا الموضوع في المرافق الدوليه وتيار المستقبل الذي يلتزم بال خليني شغلي. بفتكر الرئيس الحريري ضمنا مؤيد لهذا الموضوع، لانه الشارع السني تحديدا رسال بقى الاوسط حكار مطرح قاعد بقى عم بيجوعوا اولادنا عمالنا عم بيجوعوا، اجوا هوديك ما بينهم عم يعملوا لهم مشاكل اضافيه، وبالتالي هذا مطلب عارم لبناني. لكن هون الرئيس الحريري مضطر انه يزاوج بين الرغبه السعوديه، وقلنا عم نقول وضعه جيد مع السعوديين، الرغبه السعوديه في الاطار لانه عندها حساب سياسي، وايضا الرغبه الاوروبيه الفرنسيه في هذا الإطار، إنه هلأ ما فيك تقرب لأنه كمان عنا حسابات سياسية. بس بعتقد ضمنا اعتقادي انطباعي إنه ضمنا هو قريب إلى هذا الموضوع، إيه لازم نلاقي حل لهم. شو بتعمل بالداخل؟ طيب وبالتالي يعني كنا هلأ لحديث هلأ هيدا موقفه المعلن هيك، موقفه الرسمي هيك، ما في تجاوزه بالضبط، بس عنده هاي الرغبة الداخلية، في اشتباك سياسي عليه، مش بس ما في يتجاوزه، في اشتباك عليه. يعني اشتباك سياسي له علاقه بالموضوع السياسي اكثر ما له علاقه قلت لك ضمنا هو يعرف ذلك. مشان هيك بترجعي بالاخر بتقولي انه هذا الاشتباك الحاصل بينه، هي نرجع اول حديث اللي بينه وبين تيار الوطن الحر، بينه وبين الوزير البسيل، قد يكون يشهد تكويعه، مش يشهد تكويعه مستقبلا بوقت ليس ببعيد. الرئيس الحريري دائما بيعملها وشاطر فيها، انه كمان يرجع يروح باتجاه تفاهمات. بالزمانات كانوا قالوا كان الوضع اصعب، لما كان لواء بس ابراهيم كانوا عم بيقولوا ما انه ممنوع اصلا اي انواع التواصل كان بين دولتين، مش هيك؟ بس كان ضمن رئيس الحريري عطيه الاوكي يروح لهونيك. اليوم الوزير الغريب راح لسوريا وكان عاطي اوكي قبل سلف يعطيه اوكي سلف الرئيس على اي مكان مانع قالوا، بس لكن ربما انزعج انه هذا ما بيطلعوا بالعلن، لانه بتحمل لي وانا بتعمل لي مشاكل مع السعوديين ومع الغرب. مشان هيك عم بقول لك ضمنا الرئيس الحريري يدرك مدار الخطر يلي جايين من هذا الموضوع كتركيبه لبنانيه، كواقع لبناني، كاقتصاد لبناني. طب وكيف رح ينعكس هذا الادراك على العلاقات مع سوريا؟ يعني عم تقول حضرتك انه في خطه هلا، وهذه الخطه تبدا لا انا عم بقول انه في تحرك جدي، اكيد رح يعمل تحرك جدي. هذا التحرك هو يقتضي بدك تروح على سوريا مع خطه، خطه للدوله، انه انا كيف بدي اعمل بهذا الموضوع. هل يعني هل هذا يعني انه اليوم الرئيس سعد الحريري صار قريب انه يعترف باي علاقه بين الحكومتين؟ في علاقه بين لبنان وسوريا، اي بس الرئيس اليوم سعد الحريري في علاقه سو ما رح يروح
هلا هم راح يروح اصلا، مش مطلوب منه يروح، بس عم نحكي عن علاقه بين حكومه وحكومه. هلا هو رفع مستوى، في رفع مستوى وزراء عم بيروحوا، رفع مستوى التنسيق بين الدولتين. بس وربما سوريا تريد اتمان، يعني ربما برجع بقول لك بهذا الموضوع، جربي بالاخر بس تحشريها تاخذ اتمان. خليني اقول لك شغله، كيف الرئيس الحالي يعني ليش انا قاصر؟ ليش انا قاصر هالقد؟ الامارات بيفتح السفاره تبعه بسوريا، مساله هيدا ما حدا بيناقشه. انا اذا بدي اطلع بالمسائل حسن وضعيه انتقال الشاحنات وموضوع الاقتصادي حيوي، انا بدي يكون في عندي قصر نظر. بس ما تنسى اليوم انه تيار المستقبل وضعوا النظام السوري على لوائح الارهاب، يعني ايضا وهذا اخطاء كبير. يعني انا برايي كان المفروض لبنان يتحرك بطريقه اقسى، لانه انت كيف من اين لك حق وانت مدان؟ هو رئيس حكومه، يعني كيف مطلوب من رئيس حكومه وضع موضوع تياره هو موضوع على لائحه الارهاب، ونفس الوقت مطلوب منه كرئيس حكومه انه يرفع مستوى العلاقات مع سوريا من حكومه صحيح مضبوط. انا برايي بهذا الموضوع اصلا لبنان ما تصرف بالشكل الجيد لتواجه الموضوع السوري، بانه شو بتحط لي، كيف تحط لي رئيس حكومه وزعامات لبنانيه انت عم تحط لي على لائحه عندك لائحه الارهاب؟ ما تحرك لبنان، ما عمل اداء جيد في هذا الموضوع، بس اكيد هذا يجب ان يواجه. بس هذا ما بتعني اني انا وقف، واضح يجب تصحيح هذه العلاقات والمشاكل يلي موجوده عند الكل، بس انك تكفي باتجاه تخلص في عندك مصيبه. هيك بنتيجه لهذه الحلقه، التسويه لا تزال قائمه ودائما تتعثر كبير. تتعثر ولكن تعود الى انا هيك برجعها، بس انه على الاكيد مثلا طير يعني طير الحكومه، يعني عم تقولي طير سعد الحريري؟ لا انا مش من هالرأي، ما بفتكر هيدا مطروح. والملفات الخلافية الشائكة، في تفجيرات، هذه الحكومة ستشهد تفجيرات بملف الكهرباء، الملفات الثانية لها علاقة، بس بشكل أساسي أنا بعتقد ملف الكهرباء سيكون المتراس الأقوى قريبا، إذا مش الخميس الجاي الخميس اللي بعده، مش على طريقة اللوتوس على الطريقة المضبوطة. بعتقد رح يكون في عندك اشتباك كتير كبير في هذا. مين حزب الله وحركة أمل رح يكونوا ضد البواخر ما هيك؟ الأرجح حزب الله، بعتقد حزب الله ربما يريد إعادة تكوين خطة جديدة في هذا الموضوع. بعتقد رأس الحرب في هذا الموضوع سيكون القوات اللبنانية ومعهم الاشتراكي ضد البواخر. يعني الحريري يعني رح نشوف اصطفاف قوات اشتراكي حزب الله حركة أمل. ممكن. هيك. مقابل تيار مستقبل تيار وطني. لا لا تيار مستقبل حتى طالع، ما هو اخر خلاف اخر اجتماع الخلاف كان كبير على سيمنز، كان بده رئيس الحريري يمشي بمشروع سيمنز، وانه ما مشي مشروع سيمنز بنرجع نفوت بالبخره بالبواخر. مشان هيك لما سمعتي خطابه للوزير بسيل قال انه لا في قصه، ولا سيمنز ذكر سيمنز لانه هو الخيار اللي عم يبديه الرئيس الحريري، انه خلينا نفوت بمشروع ونطرحه بمجلس الوزراء ومنبلش بهيدا، ومن بعده اذا ما مش الحال بنروح على موضوع البواخر، خلينا نشوف هيدي بالاول. لذلك عم اقول لك انه لا لهلا مثل ما هو بموضوع البواخر في حسابات ثانيه، يعني ما مبين بالاول تعودنا يكونوا سوا، هلا لا بهي الحكومه اختلف الوضع شوي. متفجر موضوع انا بعتقد رح بيكون في اشتباكات كبيره ستؤدي ربما الى تعطيل الحكومه، ربما ايه ربما لا، بس اكيد رح يكون وضع متفجر. وفي ملفات تانية حتكون متفجره اكثر لها علاقه بموضوع التعيينات الاداريه اللي هي في مراكز كتير مفتوحه، وبفتكر بوادرة حمراء عاطله مش هادي. شكرا لك زي جوني منير على وجودك معنا اليوم بحوار اليوم، اهلا وسهلا فيك. نحن بعد شوي رح نكون ببث مباشر للمؤتمر السنوي للتيار الوطني الحر مباشره من بيال. مجددا شكرا استاذ جوني، شكرا للمتابعه والى اللقاء.